يتجدد اللقاء بكم مشاهدينا، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من برنامجكم ريما تيلي ويب شوبينغ. هذه الحلقه هذه متميزه لاننا غنكتشفوا اكبر شروم في منطقه سوس واللي هو ايغلو اللي تفتح خاص بالاضاءه. اليوم ان شاء الله غادي نكتشفوا لي كوليكسيون جداد اللي جايبين. بلا ما نحمسكم اكثر يلاهو معنا باش نكتشفوا ايغلو.
سعيدة جدا بمشاهدتكم لنا، كنتمنى أن الجولة ديالنا في إيغلو تكون عجبتكم وتكونوا استمتعتوا بهذا الجمال اللي كاين في هذا الشوروم هذا. ما تنسوش أنكم تشاركونا آراءكم وتقولوا لنا كيفاش جاكم شوروم إيغلو، ما تنسوش أنكم تجيو تزوروه لأنه فعلا كيستحق أنكم تجيو تزوروه، فيه بزاف ديال لي زارتيكل الغزالي اللي غتلقاوهم غير هنايا. فمرحبا بكم ونتلاقاو إن شاء الله الأسبوع المقبل في حلقة جديدة. السلام عليكم.